تقدم القوات المسلحة الجزائرية منذ مطلع هذا العام على جملة من الإعدامات الميدانية لمجموعات من الشباب الصحراوي الذين تجرأوا على مقادرة المخيمات بحثا عن لقمة العيش، فقد سجلنا السلام عليكم. اليوم نهار كحل عند الكبرانات وأزلامهم وعشيرتهم وعلى كل من يسير في دربهم من التبوليين الفاقدي الشرعية في وطنه. اليوم عندهم الضبابة في العينين والطنين في الودنين وسرعات دقة القلب وعسر في الهضم والصعوبة في وضع ما هضموه. لماذا؟ لأن أحد من أحدهم محضون وشاب من شبابهم المرعي أو المرعى من طرف الكبرانات التي بين قوسين الكبرانات التي لا معنى إثر ذكرها أحد المنتمين إلى المغرب جسديا لام الأستاذ منار سليمي وقال له لا تقل الكبرانات. ما في عباس والوجبة كينا باش نذكروا هذا الكائن هذا الذي ونذكروا طال المغاربة باش يعرفوه الذي سب وشتم ولعن المغاربة مرة أخرى قريبا جدا ماشي حتى بعيد كم لشت سيمانه وهذه هي المرة الثالثة ونعتهم بأولاد الحرام إلى آخره ومع ذلك عنده ما يناهز مليون متابع أو أكثر ولا أعرف هل هم أي متابعيه أو المشتركين في قناته هل هم من النوع الذي ذكره هذا المنحط أم لا. المهم أنا بالنسبة لي ماشي ولد الحرام أنت هو ولد الحرام أنا ما كنطلبش من الله يلعني ولا عنة الله عليك أنت. وهذا المنبوذ هذا انا ما غاديش نهضر عليه لان الله يجعل البركه في احرار المغاربه ودي راه حنا كلنا احرار كاع احرار مغربكم الحار الحمد لله على كل حال هاي كنقولوا هذه الكلمه وصافي. المهم الناس اللي ضد الافكار ديال هذا الخبيث هذا راه جاوبوه عطوه علاش كيدور دابا غير بحال هذا الشيء هذا القباحه اللي ولا كيدير على المغرب وعلى اولاد المغرب خاص السلطه تدخل وبركة يبدا يدير داك التمسكين خوتي المغاربه ما خوتي المغاربه داك الشيء كله ديك تيهودي تخليها عندك ما عندنا ما نكجدرو بك ما خوتك ما متى زفتة خوتك المغاربة وكتبدا تسب فيهم يوميا خوتك المغاربة وتدخل بلادهم راه يكفي داكشي اللي قالوا عليك البركة بلا ما نزيد نكمل عليك انايا الجنس المنحوس. المهم نرجعو للصحراوي تندوفي اللي نقى اذن الكرغوليين واتهمهم باعدام عدد كبير من الصحراويين منذ مطلع سنة 2024 وهذا الشيء امام الحاضرين في مجلس حقوق الإنسان أنسمعوه أحسن. انطلاقا مما نعانيه نحن كلاجئين صحراويين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر حيث تقدم القوات المسلحة الجزائرية منذ مطلع هذا العام على جملة من الإعدامات الميدانية لمجموعات من الشباب الصحراوي الذين تجرأوا على مقادرة المخيمات بحثا عن لقمة العيش، فقد سجلنا بكل أسف أكثر من 20 حالة قتل خارج القانون منذ مطلع هذه السنة نفذها بدم بارد ضباط الأمن العسكري الجزائري وبمشاركة مباشرة من قيادة تنظيم البوليزاريو الذين يقودون حملات ترهيب وتعنيف على ذوي الضحايا لإجبارهم على الصمت وعدم المطالبة بالكشف عن ملابسات قتل أبنائهم. أما ممثل المنظمة الغير حكومية فقد نبه المجلس إلى نهب المساعدات من طرف نظام الجزائر والبوليزاريو وكذلك ضرب طوق لمنع الصحراويين من مغادرة المخيمات. نسمعه حتى هو. الجزائر حيث يعاني لاجئون الصحراويون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، كما تنهب المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج من قبل قيادة البوليساريو بتواطئ مع الجيش الجزائري الذي يفرض طوقا مسلحا حول هذه المخيمات مانعا الخروج منها. تقوم قيادة البوليساريو بحملة قمعية ضد الشباب الصحراويين الذين يحاولون فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكون مصيرهم الاختطاف والتعذيب في الماكن السرية لمخيمات تندوف. وأضاف هذا المبعوث يقول ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر لتتحمل مسؤولياتها إلى آخره. سمعوا حتى هو باش ما يقولوش الكراغ للمغاربة هما اللي محرشين للمغاربة اللي تيقولوا منه. سيد الرئيس ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط قوي على الجزائر لتتحمل مسؤولياتها حيث لا يمكنها التهرب من هذه المسؤولية بادعاء تفويض إدارة المخيمات إلى جماعة مسلحة وبوليساريو، فقد أكد لجنة حقوق الإنسان هنا بجنيف أن هذا التفويض هو تفويض غير قانوني.
ومع ذلك يقول بريكا: وكعادة نظام الكراغلة لم يقم بفتح أي تحقيق في تلك الجرائم التي تنفذها أو نفذتها مخابراتها أو جيشها، وتم تهديد كل من سولت له نفسه السؤال عما جرى ويجري. لنسمع: وعلى عادتها وبالرغم من بشاعة هذه الجريمة فلم تقدم السلطات الجزائرية بفتح أي تحقيق في هذه الكارثة الإنسانية، بل تم تهديد عوائل الضحايا بالانتقام في حالة لم تلتزم الصمت. لذلك نناشدكم السيد المفوض وكذلك المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر. وأكد ممثل المنظمة الغير حكومية أن على الجزائر أن تفي بالتزاماتها أو التزامها اتجاه حماية الصحراويين، لأن هذا الالتزام هو التزام دولي. إن حماية الصحراويين من خيمة تندوف في التراب الجزائري هو التزام دولي يجب على الجزائر الوفاء به. هذا الالتزام ليس خيارا، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يتطلب تنفيذا عاجلا لضمان كرامة وأمان اللاجئين الصحراويين من خيمة تندوف. وذكر بريكا مجلس حقوق الإنسان بما وقع في المخيمات يوم 24 مايو 2024، وذكر كذلك بواقعة إطلاق نار من طائرة مسيرة جزائرية ما أدى إلى قتل عدد من الشباب، وتركت الجزائر جثثهم عرضة للحيوانات دون شفقة ولا رحمة. اسمعوه: ففي يوم 24 ماي هاجمت طائرة جزائرية مسيرة على مجموعة من اللاجئين الصحراويين العزل في منطقة هيقيدي، وقتلت 14 شابا وتركت جثثهم في العراء لمدة 4 أيام عرضة للقوارض والحيوانات، قبل أن يتطوع عدد من الشباب الصحراوي للبحث عنهم وإعادتهم للمخيمات، حيث تم دفنهم في سرية تامة. هذه هي أفعالكم يا كبرانات المرضية، وقد فضحها صحراوي يعيش في المخيمات أو في مكان آخر لا يهم، المهم مبعوث المخيمات وليس مغربيا لحد الساعة. وسأترك لكم فرصة لاتهام المغرب مرة أخرى بتحكمه في مجلس حقوق الإنسان وفي أعضائه، ودمتم على شوهة أخرى وفضيحة أخرى من الفضائح التي لا تنتهي. يا من تستشير مع كبريات الدول قبل أن يقدمنا أو يقدموا على أي قرار. وباز لك السيتبون باز.